نوع من السوشي هنعمله اسمه الفلكانو. الفلكانو ده مكوناته هتظهر قدامكم على الشاشة وهنقول لكم عملناه ازاي او هنعمله ازاي. اول حاجة عندي من الفلكانو جمبري مسلوق. جمبري مسلوق، ولما نيجي نسلق الجمبري بتاع السوشي لازم نشيل العرق اللي في النص ونمد فيه خلاية عشان خاطر يطلع زي ما هو سليم. وعندي افوكادو، وعندي كمان جمبري مسلوق وافوكادو ورز وورق نوري وكمان كابوريا وسمسم اسود هنقدمه. الغلافه الخارجيه سمسم اسود زي ما قلت. هنا اهو انا حاطط ورقه النوري والسوشي بتاعنا النهارده. يا رب تجربوه. دهنت زي ما قلت كده الدهان اللي انتوا شايفينه ده اللي هو كان السيرب، وحطيت الرز. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنقدمه ازاي او هنعمله ازاي. هنجيب السمسم الاسمر، السمسم الاسمر نرشه فين؟ على الحصيره، نفردها كده. يا استاذه دره. هلا، اهلا بيكي. ازيك يا مفيش؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. معلش يا شيف، عايزه بس اعرف طريقه عمل الكب كيك وصوابع زينب. حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ لا شكرا، بشكرك على اتصالك. هنا بشكرك كمان مره. هناخد بقى كده نخلي، شايفين انا حاطط ورق النوري والرز، هنحط كده نقلبها على ايه؟ على السمسم الاسمر. بعد كده نجيب الحشو بتاعنا اللي هو اصابع الكابوريا. فين اصابع الكابوريا يا سعد؟ اهي. هنا نحط اصابع الكابوريا ونحط الافوكادو، وبعدين قطع من الافوكادو. مش لازم تحشو جامد جدا لان طبعا الشكل اهم، اهم حاجه الشكل يبان في الاخر كويس. وبعد كده هنجيب سكينه ونقطع شرايح من الافوكادو. والافوكادو لازم يكون مستوي. يعني ايه مستوي؟ يعني يكون طري عشان لما اقطعه كده يتلف معايا بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين اهو. اهو ناخد قطعه كمان هنا وحته من الكلاب هنا. وبعد كده عندي جمبري مسلوق. الجمبري المسلوق قلت بيبقى سليم اهو، نحط دي كده، نجيب كمان نص واحده في الاخر. خلاص كده يبقى انا حطينا ايه؟ جمبري، وحطينا ورق اللوري والرز والسمسم، واخر حاجه شويه من حاجات بسيطه شعره من الوسابي. الوسابي ده زي ما نبهتكم خلي بالكم منه لانه شويه نفاذ جدا، وهنلف بالراحه وهنضغط عليها جامد زي ما قلت عشان تتقفل معانا وتعمل الرول اللي احنا عايزينه. اهو بالراحه كده 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 شايفين، وهنقفلها خالص. ولو حبينا حسينا ان احنا محتاجين سمسم اسمر تاني نديلها، ما تخافوش عمرها ما هتفك معانا. وفي الاخر نضغطها خالص، نحط شويه تانيين هنا في الارضيه وشويه هنا، وناخدها كده بالراحه ونضغط جامد. شايفين اهو. بعد ما ضغطتها جامد كده كده خالص خالص، هنروح بقى نديها لسعد عشان يقطعها ويحطها في الطبق. وتعالوا